مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة متابعين مربع نت. اليوم واقف أنا عند جناح تويوتا الأكبر في معرض رياض موتر شو. تخيلوا معي مساحته 2000 متر، وإذا قلت لكم 2000 متر فمعناته مو بس موجود سيارات يعرضونها، لا في فعاليات كثير حتى الأطفال ما نسوهم في مكان مخصص للأطفال. فخلونا نشوف المعرض وش فيه. وزي ما انتم شايفين الستيج الكبير اللي خلفي هذا راح تكون فيه فعاليات. من ضمن الفعاليات يجيبون 2 سيميليتر ويجيبون واحد من ابطال السيميليتر ويختارون واحد من الجمهور ينزل معه ويتسابق معه ويوزعون جوائز للفائز. حتى لو انهزمت راح يوزعوا لك جوائز. كريمين تويوتا. وطبعا هنا زي ما تشوفون منطقة مخصصة للأطفال، إذا جيت معك أطفالك لا تشيل هم، خليه يلعب هنا وخذ لك كافي وتفرج على السيارات الجميلة. وخلونا ناخذ لفة على السيارات اللي موجودة. وانت واقف في نص المعرض حاطين لك العروسة الجميلة تويوتا كراون، ما شاء الله تبارك الله سيارة جميلة بجنط 21 وسقف بانوراما وجهية مكحلة بالأسود، فسيارة صراحة فاتنة. وخلونا ناخذ نظرة على السيارات الباقية. أولهم الربع قدام عيني، خلينا نشوفه. وزي ما انتم شايفين الربع بالوجهية الجديدة الجميلة الأنيقة اللي أنا على مستوى الشخصي إن شاء الله أني بقتني السيارة هذه. سيارة جميلة وقوية مرة والتاريخ يشهد لها، وإن شاء الله بنطلع فيها بحلقة خاصة في يوم من الأيام إن شاء الله. وهنا زي ما انتم شايفين الأنوفا الهايبرد اللي دشنوها مؤخرا، سيارة 3 صفوف مقاعد اقتصادية بشكل كبير مرة وتنفع للعائلة. طبعا الحين أنا في جناح جي آر، أنا أسميه جناح المتعة. أول ما تلتفت يمين بتلاحظ جي آر 86، سيارة بدون مبالغة فيها كمية متعة قيادة غير طبيعية، وأنا قد جربتها على المستوى الشخصي ما شاء الله، لكن هذه الجديدة أنا لسه ما جربتها. لكن اللي شدني لو تلاحظ الكفرات سيمي سليك، أنا أقدر الأشياء هذه وتشدني شخصيا بحكم أني سائق سباقات. لما نلتفت على الجهة الثانية بنلاحظ تويوتا سوبرا، ما شاء الله السيارة الفاتنة القوية اللي سابقة عصرها مثل السوبرا القديم. السوبرا القديم لو تشوفها الحين بتلاحظ أنه شكله حلو، هو موديل التسعينات، فما بالك هذه بعدين وش راح تصير. بعد ما شفنا الوحوش الرياضية الجي آر 86 والتويوتا سوبرا، اليوم وراي الوحوش الأوفرود اللاند كروزر والهايلوكس. شوف ما شاء الله الهايلوكس قالوا لك ما يحتاج تركب له جنوط كفرات تعطيه لمسات، عدلوه لك، قالوا لك خذوا أيضا اللاند كروزر بمواصفات فل كامل لكنه معدل للبر، جنوط صغار، كفرات كويسة، لمسات سودة، شكرا تويوتا. وزي ما انتم شايفين امامنا الان الاوربان كروزر، سياره اقتصاديه كروس اوفر من تويوتا، سياره جميله فيها مواصفات حلوه، لمسات سوداء، انا تعجبني دائما اللمسات السوداء. خل نشوف بعدها وش فيه سياره نصورها. والان امامنا زي ما انتم شايفين تويوتا الفيلوس ذات 3 صفوف مقاعد، ايضا سياره اقتصاديه وجميله من منظر جنطه تدري انها حلوه. وزي ما انتم شايفين وحش البر الشاص بالوجهية الجديدة ما شاء الله تبارك الله شد انتباهي، سيارة حلوة مرتبة ما تقول لا في البر توديك أي مكان. وزي ما انتم شايفين أمامي تويوتا الرافور الهايبر تم تشينها مؤخرا، سيارة اقتصادية، سيارة جميلة داخل المدينة. والآن أمامنا تويوتا الميراي. طبعا تويوتا الميراي هذه سيارة هيدروجينية، طريقة عملها تسحب أكسجين تخلطه مع الهيدروجين وتنتج لك طاقة كهربائية. الحلو بالموضوع هذا أنها صديقة للبيئة وتنتج لك موية، بعد الخلطة هذه كلها تنتج لك موية. وبالختام في سيارة شدتني هنا أنا أول مرة أشوفها، اسمها BZ4X، الواضح واللي نشوفه انها سيارة كهربائية بالكامل من تويوتا، وكأنها شوي فيها لمحة من الرافور. ان شاء الله راح نعطيكم مستقبلا معلومات عنها بالتفصيل. وفي الختام بعد ما حطيت اطفالك يلعبون وبعد ما تقهويت وتفرجت على الاسطول السيارات اللي موجود في مساحة 2000 متر، تقدر تجي تلعب سباقات في جناح تويوتا عن طريق السيميليتر هذا. وبالختام هذه كانت تغطيتنا في جناح تويوتا الأكبر في المعرض، إن شاء الله لكم استمتعتوا واستفدتوا من التغطية هذه، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة في أمان الله. من معرض رياض تحديدا قسم عبد اللطيف جميل تويوتا، معنا الأستاذ منير خوجة وهو مدير تنفيذي للاتصالات التسويقية. بنسأل سؤالين ويكفي ثالث ما أدري. السؤال الأول، انطباعك عن المعرض وش خططكم سنة 2024؟ شكرا جزيلا على زيارتكم. طبعا اولا احنا سعداء جدا ان احنا نكون في معرض الرياض للسيارات وجزء من موسم الرياض. مدينه الرياض الان تحولت الى مدينه عالميه تستقطب الناس من جميع انحاء العالم. سعداء جدا نكون هنا ونعرض منتجاتنا وخدماتنا، وقديش احنا بالنسبه لنا الضيف هو اهم شيء. والمعرض او الجناح اليوم
تحت مسمى مدينة الغد اليوم، بمعنى الحلول التنقل المستقبلية المتوفرة اليوم موجودة معانا. عندنا السيارات الهيدروجينية، عندنا السيارة الكهربائية، عندنا سيارة البلاك إن هايبريد، بالإضافة إلى السيارات الرياضية تبع الجي آر زي اللاند كروزر والسوبرا والإيتي سيكس. عندنا قسم خاص لرياضة السيارات ولرالي جميل، فنتمنى من الجميع أنه يحضر ويستمتع معانا. خططكم لسنة 2024 بما أننا في نهاية العام؟ طبعاً الخطط كثيرة وأمنياتنا كثيرة، إن شاء الله نقدر نرضي فيها الجمهور والضيوف. عندنا طبعاً تدشين أكثر من سيارة، وأعتقد واحدة من السيارات المنتظرة اللي هي البرادو إن شاء الله انتظروها معنا في خلال 2024، وإن شاء الله كمان راح نستمر في جميع النشاطات اللي بدأناها مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في رياضة المحركات والسيارات موسم السنة القادمة إن شاء الله لبطولة السعودية تويوتا، يتضمن الراليات الصحراوية، الأوتو كروس، الدريفت، التايم أتاك، الدراغ ريس. فنتمنى من الجميع أنهم هم ينضموا إلينا. مدرسة جي آر السعودية للسباقات إن شاء الله كمان راح تعلن عن برامج جديدة. نتمنى من الشباب الطموح اللي يحب رياضة المحركات ويتمنى أنه هو يبني مستقبل فيها انه يقدم وينضم الينا، وبعد كده ان شاء الله كمان نشوف انجازات اكثر من الشباب اللي اختيروا السنه الماضيه من مدرسه التجارة السعوديه وانهم يطلعوا للعالميه. يعني في طلاب جدد باذن الله؟ اكيد ان شاء الله، اول ما نفتح البرنامج يتابعونا على السوشيال ميديا ويقدموا، وان شاء الله يكون الاختيار او النصيب من حليفهم وينضموا الينا ويدخلوا بعد كده للسباقات معنا. الله يعطيكم العافية، وجهود مشكورة صراحة من جهتكم، شكرا جزيلا، وبإذن الله نطلع نشغل معكم السنة الجاية بإذن الله. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. شكرا.